أهلا وسهلا بكم في قناة غسة الشيف لطيفة. أهلا بكم أحبائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بحول الله غادي نتقسموا جميع هاد الوجبة الصحية واللي هي عبارة عن صينية في الفرن رائعة في المذاق، لذيذة وبسيطة في نفس الوقت وسريعة تليق بالنسبة للناس اللي تفضلوا ياكلوا الصحي ويبعدوا شويه من لي شاندويش وماكله الزنقه. الا عجبتكم الفكره تاع الفيديو عملوا لي بارطاج مع الاهل والحباب باش تعمل فائده، وما تنساوش تدخلوا صندوق الوصف تشوفوا رابط قناه لطيفه ثيرموميكس فهي غنيه بالوصفات. ندوزوا نكتشفوا مقادير هاد الصينيه اللي غنطيبوا في الفرن. لهاد الوصفه بحاجتنا العنصر الاساسي اللي خدمته فيها اللي هو قطبان صدر الدجاج، لقيتهم موجودين مصوبين بحال هكذا عند جزار حلال هنا في باريس، وموجودين بزاف منهم، غير قلبوا عليهم البنات غتلقاو الجزاره اللي سافرتوا هكذا للخارج اللي هما حلال. هذا صدر دجاج مرقدو مصوبو بحال هكا في القطبان بزيت العود وسكينجبير والخرقوم والقزبر وشويه تاع الثومه هكذا وشويه تاع التحميره الحاره. تيجي اغزال سوق لي جربته قلت نتقاسمو معكم هذه المره، تيسهلوا علينا كي بحال هكذا، وخاصه الا سافرنا مره تنبغيو نطيبو في الدار. نحطهم هكذا جانبا، نجي ناخذ المقلات تاع الفران. لا تغطيتها اولا ب الفيلم الومنيوم، وغادي نزيد نغطيها ببابي كويسو بحال نجي نحط القطبان تاعي هنايا. فران نعيس صغير ورا البنات ماشي كبير، نجي نحط القطبان تاعي هنايا. هاد الوصفة خاصة بالناس اللي تتسافر كي بحال هكا وتخرج على الدار وتبغي تبدل الروتين تاع الدار وتتبغي خاصة تاكل في الدار، لانهم ما تبغيش تاكل بزاف لي شوندويش في الزنقه. الو هنا غادي نديرو واحد البطاطا بعد ما غسلتها مزيان، البنات تسهلوا علينا ما تنبقاو داك الروتين تاع الدار نقي تنشدوها بحال هكا تنخليوها بالقشره تاعها بعد ما تنقيوها. ثم البنات تسهلوا علينا، هذه وصفه خاصه الناس اللي عايشين بوحدهم، الرجال اللي عايشين بوحدهم، البنات وحتى اللي بالوليدات تاعهم تيبغيو ينوعوا، طلبه خاصه. ثم كل شيء تنديروه في طبق واحد، طبق ساهل يا البنات. نقيو البصله تاعتنا بحال هكذا، كوزينه راهي صغيره في هاد الديور اللي تنكونوا تندوزوا فيهم العطله او اللي تعيشوا فيهم الطلبه او واحد عايش بوحدو. هانتوما تنقطعوها بحال هكذا، المهم تنديروا ميكله غدا ولا العشاء اللي هو صحي، وتنبعدوا شويه من لي شاندويش وتجي غزال هاد الطبق. هنا البنات عندي شويه تاع القزبر معدنوس اللي لقيتو حتى هو عند الجزار، وعلى فكره الجزاره هنايا حلال تيكون عندهم حتى النعناع، تيكون عندهم اتاي مغربي بالنسبه للناس اللي تيشربوا اتاي، عندهم النعناع، تيكون عندهم بعض المواد المغربيه اللي تيقلبوا عليها الناس باكي بحال هكا. القزبر تاعنا وصفة سهلة البنات، والولاد كل شيء ماشي ضروري غير البنات، غير تجينا فمنا البنات حيت ولدنا على أن المرأة هي اللي تطيب، ولكن لي كغون شاف العالم راهما
الجيل نجي نديرو كذا شويه البنات. هانتوما وغادي نجيو ناخذو شويه تاع ماطيشا شوريز بحال هكدا، نحيدو منها ديك النباته تاعتها. وغزالة الماطيشا شوريز البنات، غزالة 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 وصحية، أحسن من الماطيشا الكبيرة. لو لقيتوها غير سهلوكوها سواء كانت طيبة أو لا خضر. نغسلوها ونجيو نوزعوها بحال هكا. هانتوما البنات ساهل هاد الطبق. السكينة تاع الثوم نقيوها، كوزينة راه غير هاد الطريف لي تيقضي، ولكن راه يقضي. هيا نقطعو السكينة تاع الثوم تاع هيا شوية تاع الزعتر لو تان شويه هنا، شويه تاع البزار، شويه تاع زيت الزيتون، ورشيشة الملح. وردوا الطبق تاعنا يطيب بعد ما نوزعو هكا البطاطا مزيان باش طيب مقادة. ندخلوها في الفريران والفران، ندخلو الطبق تاعنا في الفران يطيب. الفران عي صغيور، دايرين كلشي صغيور. نسدو الفران تاعنا ونديروه يطيب ماكسيموم. يلا منين يطيب نتلقى كذا يا البنات ويا الولاد. تنوصلوا لهاد النتيجه، صينيه يمكن تكون للغدا او للعشاء، طيبه بطريقه صحيه رائعه في الشكل تاعها، والمذاق ما نعاود لكمش وزال وتيشحي. فهي طليق الإخوة والأخوات، خاصة إلى سفرنا أو إلى كان الواحد ساكن بوحده وبغى يأكل شي حاجة صحية في دار. رائعة 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 وبنينة ولديدة، وكل شي تيطيب في وقت واحد وبطريقة صحية. وكيف شفتوا معايا ما درش نهائيا الماء، فالخضيره ودوك قطبان تاع صدر الدجاج هما اللي طلقوا الميه تاعتهم اللي طاب فيها كلشي، رائعه في الشكل تاعها. انا نقدمها بحال هكا وغادي نرافقها بشويلده، ضروري ناكلوا اشياء صحيه. ها هي اللي فيها الخس و ماطيشا شوريز اللي قلت لكم راها مهمه، وشويه تاع البصله والسلطه. راه كل واحد تيدير على حسب داكشي اللي تيلقى، لكن بالنسبه للطلبه راه بحال هادشي راه يمكن لكم طيبوه. غير بالنسبه للفينيغريت غادي ندير خل تفاح بحال هكذا. وحرصوا البنات باش منين تشريو خل تفاح تكون لاسيديتي فيه 5%. ها هي يعني الحموضه تكون 5%. تنظن انكم شفتوها. دائما قراو البنات اشنو مكتوب على القرعه، سواء خديتو خل تفاح العادي او خل تفاح بيو، ضروري ضروري ضروري
ما تختاروا 5% راه تكون مكتوبه هنايا في لي زانغغيديون اللي دايرين. ونخلطوا مع شويه تاع زيت الزيتون يكون حتى هو صحي، وهكذا تنكونوا تناكلوا اشياء صحيه ومليحه. وها الغديوه او العشيوه تاعتنا تتوجد، تنديروا لا فينيغريت تاعتنا ونخلطوا بها الشويلده تاعتنا، وترفقوا الميكله تاعتنا بخبيز الى بغينا. بالنسبه للناس اللي مسافرين راه هادشي كله غتلقاوه، انا لقيته انا في باريس ولقيته، لان ما ندوش الوقت كله وانا تناكل الشوندويش. ها هو كاين خبيز كامل لو بان انتغرال، ها هو بالزرارع تاعو موجود، كاين المحلات التجاريه وكاين الجزاره حلال كيف شفتوا معايا. يمكننا نتناولوا هاد الاشياء ونديروا طياب صحي. إلى عجبتكم فكرة فيديو تاع اليوم، خاصة بالنسبة للناس اللي تسافروا أو بالنسبة للطلبة أو الناس اللي ساكنين بوحدهم، ما تبخلوش عليه باللايكات والبارتاج ووضع تعليقات، وتابوناو في القناة إلى نتوما باقي ما تابونيتيوش، وتابوناو في قناة لطيفة ثيرموميكس اللي الرابط تاعها غتلقاو في صندوق الوصف. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.